ناخذ مقادير بسكوت البطاطا سوا ونشوف شو رح نحتاج لنطبق هالوصفة. 4 بطاطا مسلوقة ومهروسة، ربع كوب كريمة طبخ، نص كوب جبنة شيدر مبروشة، وطحين حسب الحاجة. رح نحتاج كمان لربع إصبع زبدة، بصل أخضر مفروم، وملح وفلفل، بقدونس وزعتر ناشف وسيزون دجاج. يعني كلها أشياء زاكية تقريباً. طيب هلا احنا كمان نزلنا مباشر من خلال صفحه التلفزيون الاردنيه، صفحه يوم جديد، كمان احنا موجودين معاكم. وهلا بدي اغششكم شغله بس ما تحكوش لحدا، جديد تم انشاء صفحه من خلال تطبيق الفيسبوك اسمها تي ار تي في كيتشن، مطبخ التلفزيون الاردني. حلو. متخصص، لا بتفوتي على صفحات بتضيعي ولا شيء، راح تفوتي على الصفحه وتشوفي كل الشيء بخص المطبخ مباشره. واكيد ما راح ننسى نصبح على كل رعاة مطبخ يوم جديد الطيبين، بنتمنى لهم دائما دوام التفوق والنجاح. قطاف، شركة معدات، الشركة الإقليمية التجارية، الكسيح، كلهم هذول العالم طيبين وهم من أصحابنا، بالإضافة إلى المحيط أكيد ما رح ننسى وجوده معنا، فأهلا وسهلا فيهم وإن شاء الله دوام التفوق للجميع. أكيد يا الله يا أمر. ولكل الأشخاص اللي بحبوا يحكوا معنا أكيد أرقام الهاتف رح تظهر على الشاشة. يلا يا مرها، هاي احنا بلش كمان بطبقنا الاول. يلا حبيبتي عملنا هاي شير للبث المباشر عشان اي سؤال عندكم كمان احنا جاهزين. اكيد يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بدنا بطاطا، بدنا نسلقها ونهرسها. حاولت قدر المستطاع هبه اضبط لهم المقادير، ولكن انا مع انك تشوفي هلا كيف راح اشتغل، لانه احنا بدنا نشتغل على النظر لما يتشكل معي عجينه. راح اروح اشيك علي بالفرن هبه ونصبح عليهم، وانا خليني اصبح على كل الاشخاص اللي عم بتواصلوا معنا على الفيسبوك. بدي اقول لاوسكار هاني صباح الخير، نادية قرش صباح الخير، وليد العباسي يسعد صباحك يا وليد، وعمر رحاحلة صباح الورد يا عمر، أم ثائر يسعد صباحك يا رب، وياسين علي يسعد صباحك وصباح كل أهلنا بإربد، نجاح دقامسة صباح الخير، ومحمد يسعد صباحك يا رب. أكيد أم رعد أحلى تحية صباحية من المفرق، حبيبة قلبي يسعد صباحك. شو عملتي؟ هلأ هون سلقنا بطاطا بقشرها، بعدين بنقشرها، بننسل القشرة لحالة بدون ما تاخذ إشي من الثمر، حرام لا تخسر إشي من البطاطا. بعدين حطيت عليها جبنة شيدر، البطاطا دسمة إذا حطيت عليها موزاريلا حيصير يعني في حلو بحلو، فإحنا بنروح شوي على التشيدر الأحمر لأنه جبن التشيدر فيه شوية ملوحة، مشان هيك بنسميه أحمر، هيك اسمه بالسوق بس هو لونه أورنج. تمام. حطينا كمان بصل أخضر مفروم، حطينا بقدونس أخضر مفروم، وهلا احنا بحاجه شايفين انا بجيبها هاي مبروشه جاهزه او اشتري من الديلي، تشتريش مبكت، المبكت بيطلع غالي عليك كثير. تمام اوكي. يلا راح نحط هلا شويه من الزعتر الناشف، كلها مطيبات ونكهات بتروح مع البطاطا. راح نحط كمان بهار سيزن، بهار فاهيتا، هاللي موجود عندك نعمه وفضل حطي، بهار جاج مثلا، بهار بطاطا، كله بيزبط. حلو اوكي. بعدين راح نحط شويه، بسم الله الرحمن الرحيم، كريم الطبخ شوي بهالشكل، عشان هيك انا قلت لك على النظر. كمان رح نحط تكه من الطحين، لما اشوف بس تلم مع عجين بوقف. كمان رح نحط لها شويه من الزبده عشان انا يصير في عندي عجينه ملسه، وما رح ننسى الملح والفلفل من الكاسيح. حلو. يا بدنا نقول لرحمه الشطي صباح الخير، كمان بدنا نقول لوليد النمري يسعد صباحك يا وليد، و رحمة الشطي بتصبح كمان على والدها عايد الجميل أبو راشد، يسعد صباحك أنت ووالدك والله يخلي لك إياه يا رب. أم عاصم يسعد صباحك، وتقى أم هيدات صباح الخير، ومعنا اتصال نقول ألو. صباح الخير. يا أهلا أهلا. صباح الخير يا حبيبة قلبي يا هبوب يا هبة. حبيبة قلبي، بس مين معي عفوا؟ أم إخلاص. أم إخلاص من أهلا وسهلا يا أم إخلاص، يسعد صباحك يا قلبي. يا الله شو بحبك يا هبة. عمري أنت عمري. خجلتيني. يسعدك. أعطيني الملكة. يلا هاي الملكة جاهزة، معناته قلبك بوسع الكل يا إخلاص. أم إخلاص، أم إخلاص، امبارح حكيت معك يا شيف علا. صح مزبوط يا أم إخلاص، إن شاء الله بتضل لك يا رب. يسلم إيديكي، رميت اللي رمي.
زي ما حكيتي لي قطعتي اللية وحطيتيها قطع مع الاكل. ايوه والله طلعت بالشهي وجاي شي بشهي. انا جمعت اللية. صحه وهنا يا ام اخلاص. بدي اسالك يا حبيبي. امر امر يلا قولي. الله يا رب يسعدك. الحين لما بسوي المعكرونه بدي اياها ما بدي شيء يعني مش عارف ليش بتعجل معي. بتعجل يلا هلا بنعيد. حاضر امرك يا ستي. حاضر الله يسعدك. هلا يا ستي. هلا حبيبتي يا ام اخلاص. يا هلا فيك على الاكلات كلها حبيبتي. ابدا خدمتك. اهلا وسهلا ومئة مرحبا. يا هلا. الله يسعدك. شكرا لك. شكرا. المعكرونه بدنا نسخن مي على الغاز، بدنا نحط فيها شويه زيت نباتي، كل لتر بده تقريبا فنجان القهوه شويه من الزيت النباتي، بدنا نحط شويه ملح عشان يحبس النشا في داخل حبه المعكرونه، وبعدين بدنا ننزلها للمعكرونه وخليها تستوي. اول ما يتغير لونها اعرف انها بلشت تروح باتجاه الاستواء. بعد ما استوت امورها تمام ايش بنسوي؟ بنصفيها، وبعد ما نصفيها هبه مباشره تحت الحنفيه حطيها، وبس تشيليها من تحت الحنفيه بتحطي عليها بترشي على نفس المعكرونه زيت نباتي، تضل اسبوع ما بتعجن هيك ما بتخبص. هي البسكوت جهزت تمام. اذا احنا بدنا نلمها بهالشكل، وراح نجيب بخاخ الكسيح زيت او زبده اللي بدك اياه، باي صينيه بدها تفوت على الفرن، وبنرجع بنكورها. نفس العجينه بتزبط معك ونفس الخطوات، بتغلفيها بطحين وبعدين بتجيبي ماكينه الوافلز وبتبخي عليها من بخاخ الكسيح او زيت من عندك، ادهني الماكينه بيطلع معك شكل وافلز بطاطا حلو. أوه. ومين احسن شكل نعمله لحتى تستوي من كل جهه بس كله كله بيستوي 100% رح تستوي طبعا. بطاطا تمام. مسلوقه تمام. بس كرمال تسيح الجبنه وهيك قصص. اوكي بدنا نقول لام حمزه بركه صباح الخير، وامل سويس صباح الخير، وام ثائره الاغوات عفوا من السلط بتصبح علينا. ومعانا اتصال ونقول الو. الو السلام عليكم حبيبتي. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. شكرا على اميره. يا اميره حبيبتي الله يسعدكم. اهلا وسهلا فيكي. قولي لي كيف هالشوب معك يا اميره؟ شو عم تعملي؟ ولا شيء، قاعدة اتفرج عليكم. ما في طلعه اليوم ولا طلعه ولا نزله. الله ولا نزله هي هاي دائما. الله يكون بعون العمال. اكيد اكيد الله يكون بعونهم يا رب ويعطيهم الف عافيه. الله يعافيك. تفضلي هي الشيف معاكي. اهلا يا ستي صباحك ورد. الله يصبحك انوار النبي يا حبيبتي. الصلاه والسلام. اهلا فيك يا قمر. قولي ستي. بدي عجينة الدفور كيف بنعملوها؟ كرواسون؟ ايه؟ عجينة شو؟ الدفور يعني كيف بنعملوها؟ ماشي ستي حاضرين. اهلا وسهلا فيك وصباحك عسل. يلا هلا هون احنا غلفنا بسكوت البطاطا، يعني خلي ايدك ميزان، سويهم كبار صغار زي ما بدها الست تسوي بالزبط. الحجم اللي بدها اياه. وهي فكره من الافكار اللي ممكن تعمليها لابنك باللانش بوكس ان شاء الله على خير. هلا اكل يوم فرتيت خلاص كفي. بكفي والله. كانت صعبه هاي الاجازه طبعاً. صدقا طبعاً. يعني طيب هلا هون شوفي هغلفها هيك كرمال تمسك حالها. هاي بطاطا مهروسة فيها كريمة طبخ فيها زبدة، ما بدي تفرط معاي. أوكي. حتلم حالها بهالشكل. عم بعمل لها كفر خارجي وبإيدي هيك بكل بساطة بشكل سريع. الستات وقتهم ضيق، حتى الغير موظفة الله يعينهم الستات. هيها هيك جاهزة. لون البطاطا علا من السيزن ولا بالضبط من السيزن؟ نعم. ما بدهم يحطوا كركم زي ما بدهم. الله يا سلام. يلا معك يا بدي أمار. اقول لرعد ابو شقره من فلسطين رام الله. رائد عفوا يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك، وتحياتنا لكل اهلنا وحبايبنا بفلسطين. صخر الطبور امي بتصبح عليكم، يسعد صباحك انت وامك اكيد. ام ثامر المجالي صباح الخير، وابو ريهام صباح الخير، وام لين صباح الخير. شفتي الاشي الزاكي جنبك شم الريحه؟ شفته يا سلام. يعني إشي جديد هذا، بتخبزهم الست وبتشيلهم بكل بساطة، بس يبرد بتحطي باللانش بوكس. ما في أي إشي يضر صحة ابنك، يعني لا فيها لحوم باردة ولا فيها إشي. بتحطي له حبة حبتين نوع من أنواع التغيير بعد سندويشة الزيت والزعتر. أكيد أكيد. أم حسين العبد الله صباحكم كل الأشياء الحلوة، مع روحكم الحلوة بإيجابية أكيد. شكرا لإلك يا أم حسين. شكرا لإلك. ومعنا اتصال ونقول ألو لذكريات. ذكريات جميلة إن شاء الله دائما. هسا حبنا ذكريات. يلا يا ذكريات.
اهلا 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 بهالاسم الحلو. يحلي ايامك يا رب. حبيبه قلبي. والله بحب اسمعك دائما الصبح. لا يا عمري يا عمري انت يسعد صباحك. والله جوزي صار يحبني من وراكه اصلا. كل يوم طبخه. كل يوم يا رب يكون. برافو. بدي اوجه له تحيه بصراحه لانه بعدك انت راس ماله لازم يدير باله عليك. الطريق لازم. الى قلب الرجل شو يا ذكريات. متابعت برنامج يوم جديد. متابعت الشيف علا. والله علا عن جد ما شاء الله عليها. فيك الخير والبركه يا قمر. ان شاء الله بتضلوا لبعض يا رب. الله يحفظك يا رب ويبارك في عمرك. بدي قلبك يا ست علا بس بدنا طريقه الزربيان. زربيان. زربيان. سوينا زربيان عدني، سوينا يمني. يمني هذا الطبق. سويناه بكذا طريقة. بتقدري تشوفي برنامج يوم جديد. ايوه. بتقدري. تمام. الله يسعدك. شكرا لك يا ذكريات. تعرفي انا قد ايه بحب المطبخ اليمني؟ بحس اكلهم كثير طيب. كثير زاكي جدا جدا. بهاراتهم هيك فيها تتبيلة مميزة عن باقي دول الخليج. هي البهارات يعني من بلد لبلد تختلف طبعا. هو زاكي كتير يكون شو سخن. سخن صراحة روعة. وبحط لابني وبغير له بالساندويش بدون ما يزهق مني، بدون ما يزهق من أكلاته، خصوصا لما يكون طفل فبدك تتعاملي معاه زي ما هو بفكر، زي ما طبعاً. هو بحب، زي ما هو بشوف. ومع فترة هالشوب صرنا عن جد نخاف نبعت معهم أي إشي بالشنطة بالبوكس. بدك إشي ما يخرب. بعدين يزيدوا شوي، زيدوا يعني ابنك بياكل حبة حطي 3 حبات عشان في جنبه أطفال بشوفوا حرام حيشتوا. فاحسبوا دايما حساب إذا في كان جنبه حدا. ماشي يا أمر. أنا ابني بزعل إذا بحط له قطعة واحدة، لازم لباقي الصف. بيشبهوا البانكيك شهيتينا فيهم. فإن سألوك عن سر تميز أنثى عن أنثى أجابوه بحسن الإدارة طبعا. حبة بطاطا وكمشة جبنة وشوية بصل وبقدونس بتطلعنا بطبق مشخص وعالي العالم.